بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنقدم لكم معلومة صايرة عن آخر تحديث في الواتساب. واتساب بيقدم لكم خدمة جديدة وهي مسح الرسائل الذاتية. خلال 7 أيام يتم حذف الرسائل المرسلة بينك وبين أي صديق. فعشانك يا أي حد عنده رسائل مهمة يوقف خدمة مسح الرسائل الذاتية، وقفها. لو أنت مش محتاج الرسائل فأنت فعلها حتحذف رسائل تلقائي، أو وقف الرسائل عشان ما تضيعش الرسائل اللي أنت محتاجها ما بينك وما بين صديقك. هبعونا حنشرح لكم الخطوات اللي حتوقف فيها الرسالة أو تفعل بيهن الرسالة ذاتية الحذف. تابعونا. الخطوة الأولى هي فتح قائمة الموبايل. الخطوة الثانية الذهاب إلى الواتساب. الخطوة الثالثة الدخول إلى دردشة أي صديق، ثم الذهاب إلى عرض جهة الاتصال، ثم الخيار الرابع عرض الرسائل ذاتية الاختفاء، وعند الضغط عليها سيتم عرض تفعيل أو إيقاف. إن كنت تريد تفعيل الخدمة اضغط تفعيل، وإن كنت تريد إيقاف الخدمة اضغط إيقاف لحفظ رسائلك وعدم مسحها طوال العام. وبعد إتمام هذه الخطوات يمكنك متابعة إيقاف الرسائل أو تفعيلها من خلال الدردشة الخاصة بينك وبين أي صديق. انتظرونا في معلومات قادمة عن برنامج واتساب. تابعونا على القناة.